أقرت اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية عمان 2040 العمل على تحديد الأولويات الوطنية للرؤية المستقبلية لتكون القاعدة الأساسية وموجهات أساسية عند صياغة الرؤية المستقبلية. كما أقرت اللجنة في اجتماعها برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة، أقرت العمل على إعداد خطة للتواصل المجتمعي واقتراح هوية للرؤية المستقبلية ووضع خطة تنسيقية للاستراتيجيات والخطط القطاعية الموجودة بالجهات الحكومية المختلفة للتأكد من موائمتها مع الرؤية المستقبلية. وتم خلال الاجتماع مناقشة وإقامة مؤتمر حول الرؤية المستقبلية عمان 2040 خلال النصف الثاني من الخطة التنموية الخمسية التاسعة. واطلعت اللجنة على تقريري تقييم الرؤية المستقبلية الحالية عمان 2020 وتجربة السلطنة في مجال التنوع الاقتصادي.